الشباب يلحق بالصدارة أمام في المباراة أمام القادسية، يحاول أن يلحق بالصدارة. التقرير التالي يتحدث عن هذه المباراة. عاد الشباب من الخبر بثلاث نقاط غالية إثر فوزه على القادسية بهدفين لهدف في مباراة لحساب الجولة 16. حاول القدساويون مفاجأة الشباب منذ البداية، وكاد الحاج بوغاش أن يفتتح التسجيل بعد ارتداد الكرة من وليد عبد الله جراء تسديد الطلال الشمالي، لكن كرته خالفت طريق المرمى. اللاعب الأوزبكي جيباروف يضع أولى بصماته في الدوري بتسجيله أول أهداف اللقاء بعد عرضية من حسن معاذ تتجاوز الجميع لتصل لجيباروف الذي يسددها في الزاوية اليسرى. الأول للفريق الشبابي مع ابتسامة الأولمبي، مع الابتسامة لريكار جيباروف يسجل هدف الأول في الدوري، هدف الأول في الدوري. يضغط الشباب بغية إحراز هدف آخر، لكن كرة أحمد عطيف تعتلي العارضة بقليل. خطأ للشباب وحسن معاذ بكل روعة يضيف الهدف الثاني للشباب. يا الله يا حسن، قذيفة صاروخية عجيبة، وريكان سعيد بلقطة رهيبة. الشوط الثاني يشهد ضغطا قدساويا لتقليص النتيجة. يخطئ جيباروف ويحول برأسه كرة قدساوية في المرمى الشبابي. يستمر الضغط القدساوي، وماجد عسيري يتحصل على كرة في الجهة اليسرى ويسدد، لكن وليد عبد الله يقف لها بالمرصاد. في الوقت بدل الضائع يتحصل الشباب على خطأ خارج 18 ينفذه ناصر الشمراني، لكن منصور النجعي يحول الكرة لضربة زاوية، لينتهي اللقاء بفوز الشباب ووصوله للنقطة 38 في المركز الثاني، بينما بقي القادسية على نقاطه 15 في المركز 11. الشباب، وانا اتفرج على التقرير كنت اتكلم عن هدف حسن معاذ انه اعجب الجميع ما فيهم ريكارد. نعم، الحقيقه كانت ابتسامه ريكارد كبيره جدا، يبدو لانه يفكر بهدف امام استراليا من هذه النوعيه، هذا ما نتمناه ان شاء الله. الشباب عاد الى ما يجب ان يكون عليه الشباب، ربما تعثر بعدد من نتائج التعادل التي اخرت الفريق الذي استمر متصدرا عده الجولات. القادسية قدم مباراة جميلة في النصف الأخير من الشوط الثاني، استطاع أن يصل إلى مرمى الشباب عدة مرات، كاد أن يسجل التعادل حقيقة، وهي تعيدنا دائما إلى مشكلة اللاعب السعودي. دائما نركز على مشكلة اللاعب السعودي، عندما يسجل هدفين يعتقد اللاعب السعودي أنه تمكن من المباراة. في القادسية يغيرون هذا المبدأ أمام كثير من الفرق التي تواجههم، واعتقد انهم قادرين على تقديم الافضل يعني في المباريات القادمه. انا لاحظت في المباراه بالنسبه للشباب شيء فني جميل، وهي التمريرات البينيه اللي اربكت واخترقت دفاع القادسيه، وشاهدنا كثير منها، كانت جميله جدا الحقيقه. كان في جماليه في المباراه بالنسبه للتمريرات وبالنسبه للاهداف، وبالنسبة أيضا للمحاولات القادساوية اللي كادت يعني تحقق شيء. وبالنسبة للقادسية أيضا موقع الآن هو في موقف خطير بالنسبة لإمكانية الهبوط، لأنه الفرق بينه وبين صاحب المركز قبل الأخير بس 3 نقاط يعني، فلا بد ينتبهون لأنفسهم، لا بد أنه يحاولون أنه في المباريات القادمة كسب هذه المباريات، وحتى أنه يبقى في الممتاز.
ولا يسقط كما سقط سابقا. الشباب أيضا يبغى له أنه يستمر على هذا المنوال، وأنه إذا واجه الفرق الكبيرة أن يحقق، إذا أراد أن يحقق الدوري أن ينتصر في مبارياته القادمة. أيضا مشكلة الشباب أيضا أنه ينتظر سقوط الآخرين حتى يحقق الدوري. الشباب لا زال منافس قوي جدا على الصدارة، الآن هو صاحب المركز الثاني حسب فوارق بسيطة يعني، وقادر أنه ممكن أنه نتيجة الأهلي والهلال الأسبوع القادم انتهى التعادل وحقق انتصار الشباب، وربما يكون تقدم خطوة. هو الدوري لم يحسم إلى الآن، حتى آخر جولة أنا أعتقد أنه حتى آخر مباراة سيكون الدوري لذته بالنسبة للمتصدر. طيب أذكر باللي قلناه قبل شوي، أنه في حلقات خاصة راح يشاركنا فيها الجمهور، اللي يبغى يرسلنا الهاتف يرسلنا إياه على إيميل البرنامج كورة@روتانا.net، مو على تويتر، لا ترسلوا تليفوناتكم على تويتر، ارسلوا على إيميل البرنامج وإحنا حنحاول نأخذ أكبر كمية متاحة من الجمهور للمشاركة. أيضا بإمكانكم حتى على تويتر وعلى فيسبوك طرح المواضيع اللي أنتم تبون الجمهور يناقشها معنا في البرنامج، عشان نخلي فريق الإعداد يجهز تقاريرها ومواضيعها ومحاورها عشان تخدم الطرح. ترتيب فرق دوري زين بعد نهاية مباريات اليوم. بعد أن أسدل الستار على مباريات الجولة 16 التي أحدثت تغييرات كبيرة في سلم الترتيب، أبرزها هو انتزاع فريق الأهلي صدارة الترتيب العام لفرق دوري زين السعودي للمحترفين ب39 نقطة، وجاء في الوصافة فريق الشباب ب38 نقطة، فيما تراجع الهلال إلى المركز الثالث ب37 نقطة، وجاء في المركز الرابع فريق الاتفاق ب35 نقطة، وحل خامسا فريق الفتح ب26 نقطة، فيما جاء الاتحاد في المركز السادس ب22 نقطة، والنصر سابعا ب21 نقطة، أما المركز الثامن فقد كان من نصيب هجر ب18 نقطة، والفيصلي تاسعا ب16 نقطة، وعاشرا نجران ب16 نقطة. المركز الحادي عشر كان من نصيب القادسية ب15 نقطة، والتعاون في المركز الثاني عشر ب13 نقطة، أما الرائد فقد احتل المركز الثالث عشر ب12 نقطة، وأخيرا دون أي نقاط فريق الأنصار بلا رصيد منها. في شيء مثير أو تحب تعلق عليه في الجدول الترتيب؟ التغيير الجديد في مراكز الصدارة، تقدم الأهلي ثم عودة الشباب إلى المركز الثاني وتأخر وتراجع الهلال، هذا هو الحدث هذا الأسبوع هذه الجولة. أعتقد لعبة الكراسي الموسيقية خلنا نسميها مستمرة بالنسبة للمقدمة، لكن أنا ملاحظ شيء بالنسبة للجدول الدوري عندي هنا، أنه الفرق بين الرابع اللي هو الاتفاق ب35 نقطة والخامس الفتح فرق كبير جدا اللي هو 9 نقاط، وهذا فرق كبير. هذا يدل على أنه الفرق المقدمة فرقت يعني أخذت مواقعها، وأنه الفرق الوسط أو اللي يسمونهم في المنطقة الدافئة أنه سيستمرون في مناطقهم، لا أحد يعني سيتقدم لفرق المقدمة من منطقة الوسط الدافئة.